في قناة عم محمود المنجد. بصوا يا جماعة الشغل، بصوا يا جماعة شغل المرتبة، الله أكبر عم محمود. بصوا الشغل يا جماعة، بصوا الشغل. القماش ده اسمه ايه يا عم محمود؟ جاي لوت مقصب. لوت مقصب. بص هتروح لفات القصب بتلمع اهي. اسمه لوت مقصب. لوت مقصب. شايفين؟ قماشة جميلة جدا. قطن طبعا. اللي حابب يعملها يعملها، بصراحة جميلة جدا. تمام. اللهم صل على النبي. يوسف اهي حاجه يعني حاجه طبيعيه، حاجه كويسه، حاجه طبيعيه. اهي يوسف اهي بتعمل بالصوصه برضو يا جماعه، اهي بالصوصه بتاعتها. من غير الخياطه بقى؟ لا مش خياطه هي صوصه. من غير الخياطه. هي. الشغل التاني كان بخياطه. بخياطه طبعا. اهي دي بصوصه اهي يا جماعه، انتوا شايفين اسمه لوط مقصب. بص بقى اهو عبتها مش هتهبط، انا هدوس عليها عشان تهبط. انتوا شايفين اهو يا جماعه، هنصور لكم من ارض الواقع. بص اهو بتنزل بتطلع تاني، تنزل تطلع تاني. ايه اللي انت بقى بتعمله ده يا عم محمود؟ انا كده بهبطها. هبطها عشان تاخد الوضع الطبيعي بتاعها. دي هبطها عشان تاخد الوضع الطبيعي. وكل ما تهبط كل ما تحلو بالامان. كل ما تهبط تحلو. شايفين الشغل يا جماعه؟ يعني كده كل ما تهبط تحلو. كل ما تهبط تحلو. تمام. عاليه عاليه على ما فيش. يعني هي عاليه عاليه على ما فيش. عاليه على ما فيش. دي حلاوتها. بص اهي. صوصه طبعا. صوصه اهي قدامكم. وبيوريها لكم برضه على الطبيعه عشان تبقوا انتوا شايفينها. زي ما قلنا كده الغالي رخيص، هو عشان القطن حلو. المركب طالع حلو لوحديها. المركب طالعه كويسه. تمام يا عم محمود. بالامانه يعني. لا صح كلامك صح. ده نوع جميل جدا. ده من النوع الفاخر. في حاجه احسن منه يا عم محمود؟ مفيش احسن من كده. هو في احسن من في احسن من السمنه البلدي؟ لا طبعا. بس زي ما انتم شفتوا يا جماعه. بصوا انتم شايفين